الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكلام حول إمامنا الخامس من أئمة أهل البيت، الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول المرحوم الشيخ المفيد، أحد أقطاب وأركان المذهب وأحد علمائنا الأعلام، يقول رضوان الله تعالى عليه في حق الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين عليهما السلام ما ظهر منه. ما الذي ظهر من الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من المآثر والآثار المباركة حتى يقول كمثل هذا العالم الكبير المرحوم الشيخ المفيد ذلك في حق الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ أذكر رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا الفترة التي عاشها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، خاصة قبل الإمام الباقر سلام الله عليه، لم يكن بالفترة أو لم تكن بالفترة التي يتمكن منها الإمام عليه السلام حتى يبين للشيعة وللموالين والتابعين أحكامهم كاملة، كما انفرجت الفرصة وتمكن إمامنا الباقر وهكذا إمامنا الصادق سلام الله عليهما ليبينوا للشيعة والموالين أحكامهم خاصة، الأحكام الاعتقادية. هناك فرصة وفترة أتيحت للإمام الباقر والصادق المعبر عنهما بالباقرين أو الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام حتى يبينوا للناس وللموالين أحكامهم، سواء الأحكام الشرعية، المسائل التي يحتاج فيها المؤمن والمسلم في سبيل إنجاز وظائفه الدينية، أو يبين معارف الدين ومعالم الدين. هناك الفترة الزمنية التي أتيحت الفرصة وهيئ الله سبحانه وتعالى الأمر للباقرين والصادقين عليهما السلام، لم يكن ليتهيأ لغيرهما عليهما أفضل الصلاة والسلام من الأئمة. هناك رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم ولا حلالهم ولا حرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم. أي أن الشيعة قبل زمن الإمام الباقر سلام الله عليه لم يكونوا ليعرفوا جميع الأحكام، سواء الأحكام الواجبة والمحرمة، الحلال والحرام، وأحكام الحاج وغيره، لم يكونوا ليعرفوا هذه الأحكام قبل أن يكون الإمام الباقر سلام الله عليه، وقبل أن يعرفهم هذه الأمور ويعلمهم هذه الأمور. إذن هناك ما قام به الإمام الباقر سلام الله عليه من تبيين وإرشاد وتعليم للناس لم يكن له نظير قبل الإمام الباقر سلام الله عليه. لا نقول هذه الكلمة، لا سمح الله، مثلا مو نقصا بالأئمة من قبلهم، لا، لأنه لم يتمكن الأئمة من قبلهم عليهما أفضل الصلاة والسلام وعلى أئمتنا جميعا أفضل الصلاة والسلام يتمكنوا من تبيين هذه الأمور للموالين والشيعة. أتيحت الفرصة، انفرجت الأمور، حتى قام الباقرين والباقران عليهما السلام بذكر هذه المطالب وهذه الأمور لأتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولكن مع كل ذلك نرى أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا عانى الكثير الكثير حتى يذكر هذه الأمور للموالين والشيعة. أذكر نموذجين وشاهدين للمسألة. أحد كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وهو جابر بن عبد الله الأنصاري المعروف،
من صحابة النبي، من صحابة أمير المؤمنين، صحابة الحسن والحسين وزين العابدين والإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا له من شرف قد أدرك رسول الله وكان مع رسول الله في بعض أو في جل من غزواته، كان مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان مع الحسن والحسين، عاشرهم وعاصرهم، وهكذا مع زين العابدين، ونهاية مع الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث كان على عاتقه وعلى عهدته رسالة يبين تلك الرسالة ويوصل تلك الرسالة من النبي صلى الله عليه وآله إلى إمامنا الباقر عليه السلام. إذن إمامنا الباقر كان يجلس ويتحدث بحديث عن الله سبحانه وتعالى. تعلمون أن ما ورد من الله سبحانه وتعالى إما هو في لسان الآيات المباركة في القرآن الحكيم، وإما يعبر عنه بالأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية ما وردت في القرآن الحكيم، إنما على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم علماء وقد علمهم الله سبحانه وتعالى بعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فيعلمون بأحاديث الله سبحانه وتعالى المعبرة بالأحاديث القدسية. إمامنا الباقر سلام الله عليه كان يجلس في المسجد أو في المجلس ويتحدث عن الله سبحانه وتعالى بالأحاديث القدسية، ولكن شوف الظرف الزمني، حيث أن الناس كانوا بعيدين عن أئمتنا وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فجعلوا يقولون انظروا إلى هذا الفتى ما أجرأه على الله سبحانه وتعالى، حيث يقول قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كذا وكذا. هذا مورد. أو كان يتكلم الإمام الباقر سلام الله عليه وينقل أحاديث ومطالب عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان القوم والناس يقولون انظروا ما أكذبه والعياذ بالله، ما أكذبه وأجرأه على رسول الله ولم ير رسول الله، وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث. اضطر الإمام أن يكون في حضرته جابر بن عبد الله الأنصاري حتى ينقل رواية عن رسول الله، فيقال عن محمد بن علي الباقر عن جابر عن رسول الله، أو قال الإمام الباقر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي بجابر مع عظمة مقام جابر بن عبد الله الأنصاري، ولكن أين هو وأين أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ كان يأتي بالسند، وكان يحضر جابر بن عبد الله الأنصاري ويعلم جابرا بعض الأمور ويتعلم منه ويصحح مطالبه وما كان عند جابر، ولكن لإسكات الناس ولأن لا يتكلم الناس بهذه الكلمات الجريئة على الإمام الباقر سلام الله عليه، لا يقول ما أجرأه على الله، ما أجرأه على رسول الله، فكان يقول إمامنا الباقر باقر العلوم يقول عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي حالة، وهذا نموذج. النموذج الآخر، أحد الأصحاب من أئمتنا، أصحاب أئمتنا عليهم السلام وأصحاب الإمام الباقر خاصة، هو جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي من أهل الكوفة. هذا الإنسان قد نقل روايات عديدة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أذكر لكم هذا الشاهد والنظير ليتبين لنا مع ما قدمه الإمام الباقر سلام الله عليه من نشر للعلوم، من ذكر للأحكام، كما ذكرت لم يكن لأحد من ولد الحسن والحسين ما ظهر من الإمام الباقر سلام الله عليه، وهذا قول الشيخ المفيد. قال الإمام الباقر سلام الله عليه لما لقيه جابر بن يزيد الجعفي، جاء إلى الإمام الباقر سلام الله عليه وهو قادم من الكوفة، بمجرد أن دخل على الإمام، الإمام سلام الله عليه سأله عن اسمه، فقال جابر بن يزيد. قال ممن؟ قال من جعفن. قال من أي البلاد؟ قال من الكوفة. قال لماذا أتيت إلى المدينة؟ جاء إلى المدينة المنورة. قال لأتعلم. قال ممن؟ قال من
منك يا ابن رسول الله، من محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذن نرى أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يذكر هذه المسألة، يذكر جابر بن يزيد الجعفي يأتي إلى الإمام الباقر سلام الله عليه يريد أن يتعلم، ولكن في أي حالة وفي أي زمان دخل على الإمام، سأله من أين؟ قال من الكوفة. قال لماذا جئت؟ قال لأتعلم. قال ممن؟ قال من محمد بن علي الباقر سلام الله عليه. قال إذا سألك شخص فقل من أهل المدينة. عجيب، جابر بن يزيد الجعفي من أهل الكوفة، شلون صار من أهل المدينة؟ سأل هو جابر، سأل الإمام، سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، أو أكذب يا ابن رسول الله؟ أنا من أهل الكوفة، شلون صرت من أهل المدينة؟ فقال له الإمام سلام الله عليه: كل شخص بقي جاء إلى المدينة المنورة، إلى مدينة وسكن بها فهو من أهلها إلى أن يرتحل. فما دام أنت جئت إلى المدينة فأنت من أهل المدينة وأنت مدني، إذا سألك شخص فلا تقل إني كوفي بل قل إني مدني. شوف المضايقة والظروف الصعبة، حتى في زمن الباقرين والصادقين عليهم السلام نرى أن الإمام الباقر سلام الله عليه قال هذه الكلمة لمن؟ لجابر بن يزيد الجعفي: حتى إذا ضايقه إنسان سأله شخص عن هويته، هوية جابر، من أي البلاد أنت؟ يقول بهذه الكلمة لئلا يضايقه شخص. إذن ما وصل إلينا من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يصل إلينا بسهولة. تعال إلى باقي الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، كمثل الإمام الحسن العسكري، كمثل الإمام الهادي، الإمام الرضا سلام الله عليهم أجمعين. هؤلاء مدى صعوبة ما تمكنوا من إيصال معارف الدين ومعالم الدين للموالين وللشيعة وللأتباع والمحبين. مع كل ذلك نرى كيفية زمن الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما حتى قاموا بهذه المجاهدة وبهذا الكيفية في إيصال كلمة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. فأئمتنا وخاصة والكلام حول الإمام الباقر سلام الله عليه، ما قدمه من تضحية وجهاد لإيصال كلمة الله، لإيصال صوت الإسلام، لإيصال كلمة الرسول وكلمة أمير المؤمنين وكلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مدى هذه الصعوبات وهذه الأتعاب التي تحملها إمامنا الباقر سلام الله عليه، لنكون أكثر وأكثر وأقرب إلى حياة الإمام سلام الله عليه، ونقدر هذه الأتعاب وما قدمه الإمام الباقر سلام الله عليه باتباعنا لكلماته ولما ذكره عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.